لحل عالدنيا الظلام واستوحشت كل البشر، اقبل زكي برد وسلام كل يوم يثرينا درب. كلمتين مع زكي حسنين. لحل عالدنيا الظلام واستوحشت كل البشر، اقبل زكي برد وسلام كل يوم يثرينا درر. لا تصير كبير عليهم. السلام عليكم. الدكتور علي طبيب بارع في شغله وخلوق جدا في تعامله مع الناس، وعيادته ما شاء الله دائما بالناس مليانة، يجوا وحاطين ثقتهم فيه، ولأنهم ارتاحوا لشغله ويشعروا أنه يخاف الله فيهم وفي الناس اللي بيراجعوه. يوم من الأيام مجموعة من طلاب كلية الطب قرروا أنهم يستضيفوه في نادي الكلية عشان يعطيهم من خبرته وتوجيهاته، وكان لقاء جدا جميل. لكن كان في حاجة غريبة في ذلك اللقاء أثارت ذهول الكل وفتحت عيونهم على شيء مهم كانوا غافلين عنه تماما. الدكتور علي قال للطلاب: أحب أقول لكم حاجة، إنه في عيون الناس حاجة كبيرة جدا، طبيب استشاري ناجح ودخلي عالي ومنزلتي الاجتماعية بفضل الله جيدة، لكن كل هذا الكلام أنا أنساه تماما لما أروح أزور أمي. أنا بالنسبة لأمي لا أزال ولد صغير اللي يحتاج حنانها ويستشيرها ويفضفض لها، وكمان ياخذ منها مصروف. أنا أحط فلوسي كلها عند أمي، ولما أحتاج فلوس أطلب منها، لأنه الواحد ممكن يكون كبير في عيون كل الناس لكنه ما يقدر يكبر على أمه. في الكلمتين، إيش ممكن نعمل مع أبائنا وأمهاتنا عشان نحسسهم إننا لسه صغار في عيونهم، وما كبرنا عليهم ولن نكبر عليهم وما نستغني عنهم؟ ونشوفكم على خير. كلمتين مع زكي حسنين. لحل عالدنيا الظلام واستوحشت كل البشر، اقبل زكي برد وسلام كل يوم يثرينا درر.